بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، متابعينا امام شاشات دبي ريسنج، نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم مع اول انطلاقات مهرجان ام القيوين 17 في انطلاقاته وتحدياته في سباق الحقائق الذي ينطلق في هذه اللحظات. هجني اصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على ارضية هذا الميدان في رحلة 3 كيلومترات. ننطلق مع هذه الاسماء، ننطلق مع هذه المؤسسات العملاقة الداعمة لرياضتنا العربية الاصيلة. اتقدم مباشرة، نطالع دائما المقدمة والصدارة. هملولع المركز الاول من هجنسي عسلم تتقدم في اول الاسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. سعيد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب الذيبة القادمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وعلي بن عامر اليحافي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث سيادة القادمة سيادة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي في المتابعة، والفائزة قادمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليش الكتبي يتابع يراقب الفائزة على المركز الرابع. الخامسة هذه اللي وصلت الشاهينية من اجنسي حسلم عبد الله بن علي بن حمد الهايري في المتابعة، حساسة قادمة تسللت في هذه اللحظات من المركز السادس إلى الخامس، مسيرها إلى المقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم. هنا الغفلي من يتابع، حساسة و وارية قادمة كذلك، وارية وارية لسمو الشيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي وعبد الشكور، يتابعها بن محمد بن ابراهيم. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة في انطلاقات هذا المساء في هذا الجو الرياضي، يوم رياضي، يوم انطلاقات الحقائق. أجني أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان، جسر العبور 1200 وعودتنا مع الصدارة. الذيبة الذيبة على المركز الأول، الذيبة على الصدارة، علي بن عامر اليحافي يضمرها يتابعها على المركز الأول. احذر يا اليحافي قادم المتعب، متعب المضمرين. الكيل الأخير بن نايع كذلك قادم حساسة، يتابع حساسة بالضبيعة قادمة مع سيادة قادمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. شوف القدوم من الفائزة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مع علي بن مهير بن بليش الكتبي. لكن نعود إلى الصدارة، إلى الذيبة، إلى الذيبة. شعار شوطنا الأول، شعار شوطنا الأول، من خطف نقطتين وصلنا مع رقوب بن علوه، معلم بن معالم ميدان الشعب واللبسة. يا سلام يا سلام يا الذيبة، الذيبة متجهة إلى الأشقاء، إلى دولة قطر، إلى ميدان التحدي. اللي يتابعون، اللي ينتظرون السلام الثالث عن طريقة هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. يا قوة أعصابك يا اليحافي، حرك الذيبة واقلعت الذيبة في سماء هذا الميدان. سلامي عليك، سلامي عليك يا علي، يا بن عامر، يا اليحافي، تسلم يمينك على هذا الضمر. ما فيك حيلة، ما فيك حيلة، بيت ريك في هذا اليوم. تهانينا والناموس لعلي بن عامر اليحافي، وتهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. سلامي إلى ميدان التحدي، إلى الأشقاء الذين يحتفلون بالنقطة الثالثة على التوالي. المركز الثاني الفائزة لاسمه الشيخ عمار بن حميد النعيمي، المركز الثالث
سيادة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم المركز الرابع هملولة للجنسي حسلم، والمركز الخامس حساسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعينا أمام شاشات دبي ريسينج. نعود في هذه اللحظات مع مخرج السباق في هذه اللحظة ونتابع لحظة وصول الذيبة خاطفة هذا الشوط، سادس أشواط أمسيتي هذه الليلة وسادس أشواطنا الخاص لأصحاب السمو الشيوخ. 4:44 تهانينا والناموس إلى الأشقاء بدولة قطر الحاضرين. أهلا وسهلا بالجميع في ميدان اللبس وميدان الشعب. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وتهانينا والناموس للمضمر علي بن عامر بن حمد اليحافي. مشكور يا اليحافي، مشكور يا أبو عامر، ما قصرت. 4:48 هذه الفائزة اللي احتلت المركز الثاني لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وشكرا علي بن مهير بن بليشة الكتبي من تابع هنا الفائزة في هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. هكذا نتيجة هذا الشوط، تهانينا والناموس للجميع.